اولا كنأكد على ان هذا الحضور وخاصه في اطار مشترك مع مؤسسات دستوريه اخرى سبعه ديال المؤسسات الدستوريه، الرساله الاولى ديالو هي ان العمل على تقعيد دوله الحق وضمان الولوج الى حقوق المواطنين هذا كيمر عبر ترابط الاختصاصات والمسؤوليات ديال هذه المؤسسات ديال الحكمه، وباش يكون رسالة واضحة أن العمل هو مع عمل مؤسساتي وليس عمل ديال كل مؤسسة على حدة. دونك هذا هي الرسالة الأولى. التواجد ديالنا في هذا المعرض هو كنعتبره مناسبة للتواصل مع فئات متعددة مجتمعية، خاصة مع الشباب ومع يعني مستقبل البلاد، باش يمكننا نتفاعلوا معهم، يعني يمكن لهم يولجوا الاختصاصات ديال الهيئة وشنو قامت به، لأن هذا مسألة اللي مهمة لبناء لإعادة بناء الثقة، بحيث أن الملاحظ أن الوضع ديال الفساد ما تحسنش خلال السنوات المتعددة الأخيرة، يعني خلال تقريبا ربع قرن المغرب ما استطاعش أنه يحسن الوضع ديالو، وأن المرتبة ديالو تراجعت نسبيا. إذن هاد الواقع ما كيعطيش واحد الإحساس بأن غادي يمكن المواطنين يتوفروا على الحقوق ديالهم في الشروط. هاد التواصل كيمكن باش نعطيو نظرة على الأسباب ديال هذا الواقع، شنو اللي جعل ان السياسات العموميه رغم التعدد ديالها ورغم العدد المهم واللي غير مستهان به من الانجازات، الا انها ما استطاعتش. كنعطيو تقييم ديال الهيئه لهذا الوضع وشنو اللي غادي يجعل اننا نغيروا هذا الواقع، وشنو اللي كيمكن اننا ننتقلوا الى حقبه جديده من مكافحه الفساد في المغرب اللي غادي تتسم بالفعاليه وغادي تتسم باش يكون الاثر ملموس من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين. بخلاصه كنعطيو نظره على تعميق المعرفة اللي وصلت لها، كنعطيو نظرة على تقييم السياسات وشنا هي النواقص وشنا هما العوائق اللي عندها، وكنعطيو شنا هما الاستشراف للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة من جيل جديد، واللي كتضمن في صلبها كذلك المنهجية ديال العمل اللي كيرتكز على مبدأ التكامل المؤسساتي وترابط المسؤوليات وعلى التقييم المستمر لتأطير تفعيل ديال هاد التوجهات الاستراتيجية. إذن هذه فرصة باش يتعرفوا المواطنين ويتعرفوا الفاعلين على هاد يعني التوجه ديال المغرب مستقبلا على أسس اللي غادي تكون متينة.